مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة وحديث خاص جدا مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي موسيماني، صاحب الخبرات الكبيرة على المستوى الأفريقي، أفضل مدير فني في القارة الأفريقية 2016، صاحب إنجازات كبيرة جدا جدا مع أندية جنوب أفريقيا وخاصة طبعا سان داونز، وخبرات حتى على المستوى الدولي من خلال تدريبه لمنتخب جنوب أفريقيا. طبعا بنرحب بيه معنا هنا كوتش، بنرحب بيك طبعا في مصر أولا، وبنرحب بيك هنا في قناة النادي الأهلي. شكرا. السلام عليكم. شرف ليا كبير ان اكون موجود معاكم النهارده هنا. اشعر علي فايب ذا علي مود. دخلت في ايقاع النادي الاهلي، حسيت بقوه النادي الاهلي، ودخلت في اولويز نو ذات حاسس ان دخلت في الايقاع خلاص. دايما بيتقال النادي الاهلي نادي عظيم، بس ما كنتش عارف انه بالحاله دي. لما دخلت جوه النادي عرفت قد ايه النادي ده نادي عظيم. شكرا رئيس النادي كابتن بيبو لثقته فيا وثقته انه ممكن اطلع بالاهلي واحطه في مستوى عالي في بطولات افريقيا. طبعا اختيارك طبعا كان اختيار اعتقد موفق جدا، وكمان اول مدرب او اول مدير فني افريقي في تاريخ النادي الاهلي يكون متواجد، وده اكيد بيحط على حضرتك كمان مسؤوليات كتيره جدا جدا، وان شاء الله تكون قد المسؤوليه بشكل كبير جدا. انطباعك الاول دخولك بوابه النادي الاهلي، يعني وصولك من بوابه النادي الاهلي، ايه اول انطباعاتك؟ زي ما قلت قبل كده دايما بنعرفين ان النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، لكن انا كنت بسمع عنه من بره. بدات بشعور بعظمه النادي الاهلي من وقت ما وصلت مطار القاهره. When everybody to the لما لقيت الكل police who are doing the passport control لحتى انا في بختم الجواز من الشرطه جواز السفر وعرفوني to fetch the luggage for you and الناس حتى اللي بتشيل لي الشنط في المطار قد ايه رحبوا بيا and the reception I got والاستقبال العظيم اللي لقيته من وقت ما وصلت الفندق من اول ما خرجت حتى من خارج المطار في الاول كانت حاجه رائعه بصراحه. Placards with my face. لأن الكل كان عارفين شكلي كانوا احتفلوا بيا. حاجة فعلا حاجة أسعدتني لما وصلت الفندق. You come here. ما وصلت حسيت الناس قد إيه بتقول لي. كابتن بيبو إن ذا بورد. وكده تيجي هنا أتقابل واحد بعظم كابتن بيبو رئيس مجلس إدارة ويتكلم معاك، وبعد كده نزلت التمرين ولقيت كل عارفني وأنا لسه ما بدأتش أشتغل. شعرت كأني في هوليوود، كأني نجم هوليوود. in Los Angeles. كاني في لوس انجلوس مش في القاهره. طبعا بنرحب بيك مره تانية في بيتك دلوقتي، انت بقيت واحد من العيله الكبيره وعيله النادي الاهلي اللي بتضم ملايين الملايين، اذا كان داخل جمهوريه مصر العربيه او على المستوى العربي او حتى على المستوى الافريقي. تعال نبدا اول محاورنا، تفاوض النادي الاهلي معاك، ونعرف تفاصيل التفاوض، جه الموضوع ازاي، الاتصالات عامله ازاي، وعلشان الناس كمان تعرف كواليس التفاوض كان من امتى وازاي. It was funny enough because لطيفه جدا لان كل حاجه حصلت بسرعه جدا في وقت قصير جدا. المفاوضات ما خدتش اكتر من 5 ايام. حصلت بسرعه جدا. يعني انا موجود معاكم هنا في النادي الاهلي من 6 ايام، ما كنتش عارف ان حاجه النادي الاهلي اصلا. فالمفاوضات حصلت بسرعه جدا. لكن الاهلي عملوا بحث كبير عني وعرفوا معلومات كتير عني.
there was never a problem. فبصراحة ما كانش عندي أي مشكلة، عرفوا إزاي يتعاملوا معايا وعرفوا إزاي يديروا مفاوضات معايا. I felt that I could feel them that they want me to come. أنا شعرت أنا وافقت على طول، أنا شعرت قد إيه مسؤولين النادي الأهلي عايزين أكون موجود معاكم هنا. And once the name of Ali comes up. وطبعا لما اسم النادي الأهلي بيظهر في أي مفاوضات. نادي القرن الأفريقي. One of the biggest teams. واحد من أكبر أندية. In the continent. في القارة. You don't say no to Ali. مش ممكن تقول لا ابدا للنادي الاهلي. من خلال المفاوضات حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي انه مش هيكون في تفاوض بشكل مباشر مع حضرتك غير بموافقه رسميه من رئيس نادي سان داونز، حفاظا على العلاقات الطيبه اللي بتضم الفرقتين والبلدين. الكلام ده كابتن خطيب قاله لحضرتك؟ Yes. Yes, the negotiations went very. المفاوضات كانت كويسة جدا ومشيت بشكل جيد. For both teams. لأن بين فريقين. A lot of respect for both بينهم presidents. بينهم احترام وبينهم ثقة كبيرة. And also. وأيضا. For me to leave. بالنسبة لي أن أسيب نادي سان داونز وأرحل، رحت النادي سان داونز وطلبت منه موافقته أن أسيب النادي وأمشي. لأن برضه أنا عندي عقد مع نادي سان داونز. طلبت منه. قلت له دي فرصة بالنسبة لي، دي يعني دي بتيجي مرة واحدة في الحياة، بتيجي واحدة واحدة في العمر فرصة زي دي، وطلبت منه ما ضيعهاش. وبصراحة أنا قلت له أنا في نادي جنوب أفريقيا مش هتجيلي كتير، وحاجة زي كده شرف لجنوب أفريقيا والكرة الجنوب أفريقية أن يبقى أول مدرب جنوب أفريقي يمرن في الأهلي. وأعتقد النادي بقى له أكتر من 100 سنة، هكون أول أفريقي بيمرن النادي الأهلي، ودي حاجة كبيرة، حاجة للتاريخ، حاجة للتاريخ وحاجة لتاريخ بلدي وليا أنا كمان. لبلدي وزي ما قلت ليا وللقارة كلها، حتى ان في مدرب افريقي بيمر في دولة تانية. ردود الافعال زي ما انت قلت يمكن على مستوى البريزيدنت بتاع سان داونز كان في ترحيب واضح جدا. عايزين كمان نعرف ردود الافعال بالنسبة للصحافة الرياضية وخاصة القروية في جنوب افريقيا، وكمان على المستوى الاهم لاعبين سان داونز نفسهم. انت كنت متعاقد 4 سنين جاية، فرد الفعل كان عامل ازاي على مستوى الصحافة وعلى مستوى اللاعبين؟ Well, since I've been coaching. منذ بدأت أمرن من 22 سنة، مرنت كرة قدم بدأت من 22 سنة. I've only coached two teams. مرنت فرقتين بس. سوبر سبورت يونايتد من جنوب افريقيا ومامولود سان داونز. وبين تجربتين كنت مع منتخب بافانا بافانا، منتخب جنوب افريقيا، كنت مدرب 7 سنين مع سوبر سبورت، وخمس سنين مع المنتخب، وثمان سنين مع نادي سان داونز. فاتكلمت مع رئيس نادي سان داونز وقلت له احنا حققنا 10 القاب دوري. We won the 11th trophy this year. وكنا عايزين اللقب ال11 في تاريخ النادي الموسم. Cups this year. وكسبنا سيادة ثلاث كؤوس، ثلاث بطولات. I was 7 years. I win the Premiership 5 times. وأنا بطولة الدوري أنا معايا كسبتها 5 مرات في 7 سنين. وخدنا بطولة دوري أبطال أفريقيا. We win the Super Cup. وكأس السوبر. We also went to the Club World Cup, FIFA World Club. ولعبنا كأس العالم للأندية. And I asked him, I said. وطلبت من رئيس نادي سان داونز، قلت له ممكن اعمل ايه اكتر من كده؟ انا كسبت كل الالقاب مع النادي وحققت كل الالقاب اللي ممكن اعملها. عايز ابدا نيو جيرني، عايز زي رحله جديده او مغامره جديده في حياتي التدريبيه. I have served you loyally for 8 years. انا طبعا ابدلت مخلص ليكم 8 سنين، فمن فضلك يا رئيس اديني فرصة، ما ضيعش مني فرصة دي ان اخد تجربة جديدة في نادي كبير في افريقيا. وكل لما جيت هي شفت طبعا شفت شعار النادي دي عظيم، وشفت النجوم اللي حمرانهم، وكنت سعيد جدا ان ممكن في يوم من الايام اكون نجم من نجوم النادي ده. طبعا كل الاحترام لتاريخه طبعا، واكيد رئيس سان داونز قدر التاريخ الكبير ده، وخاصة مع سان داونز على المستوى البطولات 10 بطولات، وكمان على المستوى البافانا بافانا وكان